واقعة غريبة جدا وقصة في منتهى الجمال والروعة، بتثبت قد إيه إن القرآن الكريم مش بيقول أي حاجة كده. يعني الحقيقة الرائعة اللي بنلاقيها من كل مواقف في حياتنا ونجدها من آيات القرآن الكريم، بنستغرب قد إيه القرآن ده جميل وقد إيه فضله عظيم جدا جدا على أفكارنا وعلى حياتنا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة اللي بقول لحضراتكم عليها هي قصة عن الآية الكريمة اللي بتقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الكلام ده عن العلاقة بين الزوجة والزوج، يعني إحدى الزوجات في بينها وبين زوجها خلاف، زاد الخلاف شوية فتدخل الأخ والأب للزوجة، أخو الزوجة ووالد الزوجة تدخلوا في الخلاف، زاد الخلاف أكتر فوصل الموضوع لمرحلة الطلاق. الزوجة رفضت أي محاولات الصلح وخلاص أخدت قرار إن لازم تتطلق، يعني الزوج رفض. وصل الأمر إن الزوجة اشتكت الزوج في المحكمة علشان تاخد احتياجها أو رغبتها بالطلاق، يعني عن طريق المحكمة. القاضي كان رجل حكيم جدا جدا ورجل متدين ورجل يعرف إزاي يتعامل بإنسانية ويتعامل كأب. اتعرضوا عليه الأربعة، يعني زي جلسة خاصة أو حاجة كده، الأربعة هم موجودين أمام القاضي فحكوا له الحكاية وإن الزوجة طلبت الطلاق. فحاول القاضي يعني إنه يرجع الزوجة عن تفكيرها وإن الطلاق يعني أبغض الحلال وكذا وكذا زي ما بنقول، يعني رفضت الزوجة رفضا تاما. فالقاضي عمل أو طلب حاجة غريبة جدا جدا جدا، ولكن هو كان بيقصد بيها إنه يحل الموضوع، يعني ويعرف الزوجة قد إيه إن مفيش ليها أفضل من الزوج. طلب من الزوجة إن هي تتعرى تماما من ملابسها، إن هي تخلع كل ملابسها وتتعرى تماما في الجلسة. الزوجة استغربت جدا، والأهل اللي هو الأخ والأب وكمان زوجها كله استغرب من طلب القاضي. قال لهم أنا مش هحكم بطلاق إلا إن هي تتعرى من ملابسها. فلما رفضت الزوجة القاضي طلب منها، قال لها اختاري شخص من الموجودين واستتري بيه، اختبئي خلفه يعني أو تستري بيه واخلعي ملابسك. الزوجة عملت حاجة غريبة جدا جدا جدا، راحت ورا زوجها، ورا الزوج مش الأب ولا الأخ، وبدأت تخلع في ملابسها على أساس إن هي تاخد الحكم زي ما القاضي قال لها. فالقاضي قال لها يا بنتي خلاص الموضوع، شوفي الزوج هو الوحيد اللي لازم بيستر زوجته، يعني لا الأخ هيستر بالشكل ده العورة يعني، ولا الأب هيستر عورة الزوجة. الزوج هو الوحيد أو الشخص الوحيد اللي بيستر عورة زوجته. يا بنتي خدي زوجك وتوكلوا على الله، عيشوا حياتكم بكل سعادة. وكان الموضوع انتهى بكل مودة، وعرفوا قد إيه قيمة إن الزوج هو اللي بيستر زوجته وإن الزوجة هي الستر لزوجها. علشان كده القرآن لما بيقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بيعرفنا قد إيه إن القرآن ده شيء أكتر من رائع، وكل ما بنبحث في معاني كلماته بنجد العجب، وبنلاقي إن كل ما بيلفظ من القرآن بنلاقيه في حياتنا واقع حقيقي فعلا. دي كانت قصة جميلة جدا قرأتها فحبيت أقولها لحضراتكم، أتمنى تكون القصة نالت إعجابكم، ويكون لنا فيديو قادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.